بما ان احنا في موسم التين فما ينفعش نعدي الموسم ده غير لما نعمل احلى مربى تين، وننسى خالص ان احنا نشتريها معلبه او جاهزه لانها فقدت طعمها خالص بتاع زمان حتى اللي كنا بنشتريه. فهنعمله النهارده بتكه حلوه بسيطه خالص صغيره قد كده اهو، بس بجد طعم تحفه هيفكركم بايام زمان. علشان خاطر نحافظ على عمر المربى بتاعتنا ويقعد من السنه للسنه لازم نشيل الجزء ده من التين ويتغسل كويس جدا جدا، ده كده بيحافظ لي على عمر المربى وتقعد معايا سنه كامله. مقاديره سهله وبسيطه، المربى نقدر كلنا نعملها بمنتهى السهوله. كيلو من التين عليه كوبايتين من السكر، هنزل كده ووزعه بين التين كويس جدا. ومهم جدا جدا ان التين يعني لو نقدر ان احنا نخليه يبات ليله في الثلاجه يبقى تمام، لو مستعجلين عليه ساعتين ثلاث ساعات، المهم ان هو ينزل كل السكر اللي فيه، ده كده بيخلي لي التين تحفه وما يسكرش معايا ويبقى زي الفل. هنقلب بس كويس جدا التين والسكر سوا بالشكل ده كده. انا غلفت التين كله بالسكر، هسيبه بقى لمده ساعتين ثلاثه او ليله كامله في الثلاجه وبعدين نجهز المربى بتاعتنا. بصوا بقى لازم تبقى معايا بالشكل ده، شايفين هي اصلا خلاص التين طري. انا عايزه اقول لكم كمان معلومه مهمه قوي، ان التين بتاع المربى اللي بنحتفظ بيه لازم يبقى ناشف، لازم يبقى مقفول بالشكل ده، ما نجيبش التين المفتوح او الطري خالص. بصوا ناشف ازاي، علشان خاطر ده بيطول من عمر المربى معايا في الثلاجه. بصوا دلوقتي ده كده المربى بتاعتنا او التين بعد ما حطينا عليه السكر وبيتناه ليله في الثلاجه، خلاص السكر كله داب وبقت يعني داخله على انها تبقى مربى، فخلاص بقى هنبدا نحطها على النار في حله بقى كده. هنزل بقى بالتين بتاعنا بعد ما السكر بتاعه دايب خالص اهو، وهسيبه على نار هادية لحد ما يطرى تماما. ليه بنقول بقى ان المربى تستوي على نار هادية؟ علشان اساس المربى السكر، فطبعا لو علينا النار السكر ده هيتكرمل ويديني ريحة حروقة كده مش تبقى لطيفة خالص. انا مهدية النار وهحط بقى التكة البسيطة اللي قلتلكوا عليها، عودين ثلاثة قرنفل كده صحيح مش مطحون، تمام، هيديني نكهه انتوا مش هتبقوا عارفين، هي مش نكهه قرنفل بس بيعلي التست قوي وبيخلي الطعم رهيب. هقلب بس كده، واي بقى ريم يظهر لي على الوش كده نشيله على طول. كل يا جماعه الحاجات دي بتاثر على عمر المربى في الثلاجه، احنا عايزينها تقعد معانا كده من الموسم للموسم، فايه الخطوات البسيطه دي هي اللي بتفرق ان هي تحافظ لي على المربى تفضل جديده معايا في الثلاجه من غير اي مواد حفظ. بصوا بقى ريحتها ولونها، هي دي يا جماعه مربى التين البيتي على اصولها. عشان بقى نختمها ونحتفظ بيها لازم نحط عصره الليمون دي اللي تحافظ لي كده ان المربى بتاعتي تقعد معايا وما تسكرش خالص، يعني عصير نص ليمونه، ليمونه بالكتير حسب الكميه اللي انت عاملاها وبس كده. هنطفي عليها بقى ونبدا نغرفها. نجهز برطمان طبعا متعقم كويس جدا، نغسله ونحطه في الميكرويف او في الفرن لحد ما ينشف عشان يحافظ لي على المربى بتاعتي وما يحصلش فيها اي تعفن. هبدا بقى كده ايه اغرف المربى، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي. احنا ممكن نعمل ايه بقى، اللي بيحب المربى كريمي اللي بيحبها قطع يسيبها زي ما هي كده او يقطع التين اصغر زي ما احنا حابين، واللي بيحبها كريمي نقدر نعملها بالهاند بلندر او نستنى لما هي تبرد خالص كده ونهرسها بيها هراسة البطاطس. مش هنشتري مربى من بره تاني، لما يبقى البرطمان قد كده هو وسعره تقريبا بكيلو او كيلو ونص من التين يبقى اجيب الكيلو ونص دول واعملهم في البيت انا اولى، على الاقل هبقى ضامنه كل المكونات والطعم ما خطرش على البال. جربوا الطريقه دي هتعجبكم وهتدعوا لي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.